السلام عليكم شباب. محاضرة اليوم إن شاء الله هي Circuit Elements in the Phasor Domain. العناصر اللي بالدائرة احنا نحتاج دائما احنا عندنا عناصر اللي هي المقاومة، الملف، المتسعة. فسنجي في حالة انه انا عندي AC Circuit، دائرة AC بها فقط مقاومة، شنو هي المعادلات اللي حنحتاجها واللي حنستخدمها؟ لاحظ شباب، هاي الدائرة اللي هي طبعا بها بيور اوميك ريزيستر، يعني فقط مقاومة، مصدر فولتية اي سي ومقاومة. عندنا تيار اللي هو الاي، وعندي الفولتية على طرف المقاومة اللي هي الفي ار. بالعادة حسب قانون اوم التيار يساوي ان الفولتية على المقاومة. عندي الفولتية هي يساوي ان اي ام ساين ثيتا مثل ما اخذناه بالمحاضرات اللي فاتت. الاي ماكس اللي هي فولتية الماكسيمم اللي هي ثابتة، ساين أوميجا تي. أما أوميجا تي أو ثيتا، ثيتا سوينا أوميجا تي. فبالتالي عندك التيار شي يساوي، التيار يساوينا I maximum ساين أوميجا تي. بما أنه عندك الفولتية سوينا E maximum ساين أوميجا تي، إذن الآي سوينا I maximum ساين أوميجا تي، والآي maximum هو EM على R، هو EM على R. التيار الآي إذا كان small معناته variable with time، يعني متغير مع الزمن، لأن الآي سوينا I maximum ساين أوميجا تي. إذا متغير الآي small مع الزمن، بينما الاي ماكسيمم يكون ثابت اللي هو اي ماكس على ار. نيجي شباب الفي ار، اذا فولتية الملف يساوي في ماكس ساين اوميجا تي. نلاحظ بالمقاومة شباب انه اني عندي اثنينهم حيبدون من الصفر، الفولتية تبدأ من الصفر ودورة كاملة الى 2 باي، والتيار يبدأ من الصفر ودورة كاملة الى 2 باي. لكن الفولتية هنا تكون ماجنتيود مالتها اكبر من التيار. ليش؟ لانه التيار مقسم على المقاومة. هنا الماكسيمم مال الفولتية تكون في ماكس، والماكسيمم التيار هو اي ماكسيمم. نيجي شباب للتردد وعلاقته بالمقاومة. هنا يقول لك the value of resistance، قيمة المقاومة، doesn't change as the frequency change، يعني المقاومة قيمتها ما تتغير بتغير التردد، ما تتأثر بالتردد، وبالتالي علاقتهم مثل ما تلاحظون التردد يكون constant. اما بالنسبه لل يعني عفوا هنا يعني التردد، يعني كل ما زايده مقاومه شبيه قيمتها ثابته ما تتغير. الباور فاكتور، الباور فاكتور هو كوساين اوف ذا فيز انجل بتوين في اند اي، يعني هو كوساين الزاويه بين الفولتيه والتيار. الباور فاكتور يساوي كوساين فاي، الفاي هي فيز ديفرنس بتوين في اند اي، الفرق الطور بين الفولتيه والتيار. بالبيور ريزيستيف الزاويه صفر، لانه ليش؟ يعني اثنينهم من بدأوا من هنا، بدأوا اثنينهم من الزيرو، ماكو فرق طور بيناتهم، فرق الطور صفر. بالتالي الفاي ساوينا صفر، إذا كوساين صفر شو يساوي؟ واحد. إذا الباور فاكتور بالريزيستيف لود، فقط ريزيستيف لود أونلي، الباور فاكتور يساوي لنا قيمته واحد. نيجي إلى أي سي سيركت في حالة الاندكتيف فقط. عندي مصدر فولتية، عندي ملف، فولتية ملف، عندي تيار. العلاقة بين التيار والفولتية، الفولتية متقدمة على التيار، يعني التيار متأخر عن الفولتية بزاوية شقية 90 درجة. فولتية الملف ثابتة ساوينا في L دي اي الى دي تي، L مشتقة التيار الى الزمن، والاي هو اي ماكسيمم ساين اوميجا تي مثل ما تعرفون. اذا ال في L حساوي ان L D إلى D T، حطيت بدل ال I، بدل ال I small حطيت I maximum sin omega T. ال I maximum ثابت يطلع برا الاشتقاق، ف L I M D إلى D T شو يبقى؟ sin omega T. اشتقاق السين هو كوساين في مشتقة الزاوية، ف L I M تنزل، كوساين omega T اشتقاق السين omega T في مشتقة الزاوية اللي هي الأوميجا. قدمت الأوميجا لأنه ثابت، فصير أوميجا L I M كوساين omega T. إذن ال VL حيساوينا V max cosine omega T، عوضت بدال ال omega L I M VM. إذن ال VM هو omega L I M، وأقدر أقول بدال ال cosine أقول sine omega T زائد 90، لأنه فرق يعني ال sine يبدي من الصفر، بينما ال cosine يبدي من الزاوية 90، فبالتالي حتكون omega T زائدا 90. التيار lags متأخر عن الفولتية ب 90 درجة. الرياكتنس هي عبارة عن فولتية إلى تيار، مثلها بأكس إل. الأكس إل هي في ماكس على آي ماكس. الفي ماكس إيش تساوي؟ يساوي إن أوميجا في إل في آي إم، أوميجا في إل في آي إم، على آي إم راحت الآي إم ويا الآي إم، فيساوي إن أوميجا إل. بالتالي عندك الأكس إل حتساوي إن أوميجا إل، وتساوي إن 2 باي إف إل. العلاقة
بين الاكس ال والتردد علاقة خطية لينير، لأنه الاكس ال كل ما نزيد التردد كل ما زيد التردد حيزداد عندنا الاكس ال، بتكون العلاقة بيناتهم طردية لينير. الباور فاكتور هو كوساين فاي، بما انه الزاوية بين الفولتية والتيار 90 فاي يساوي 90، فالباور فاكتور حيساوي لنا كوساين 90. كوساين 90 شو يساوي لنا؟ يساوي لنا 0. في حالة عندنا شباب ال AC throw a pure capacitance عندي متسعة، فالتيار متقدم على الفولتية بالمتسعة بتسعين درجة، يعني ال VC lag متأخر عن ال IC بتسعين درجة. التيار شو يساوي؟ تيار المتسعة CD VC يعني مشتقة فولتية إلى زمن، ال VC هي Vmax sin omega t، أنزل ال C D إلى DT، أشيل ال VC أحط بدلها Vmax sin omega t، ويساوي إن C ال VM تطلع برا لأنه ثابتة، دي إلى دي تي ساين أوميجا، ساين اشتقاقها هو كوساين في أوميجا لأنه مشتقة الزاوية، في أوميجا سي في أم كوساين أوميجا تي. إذن الآي سي سوينا آي ماكس كوساين أوميجا تي، عوضت بدال الآي ماكس في سي في أم، عفو دبليو سي في أم بدال عوضت الآي ماكس، وأبدل الكوساين شحط بدالها أوميجا تي زائد تسعين، كوساين أوميجا تي صار أوميجا تي زائد تسعين، لأنه غيرت بدال الكوساين حطيت ساين، وبالتالي حيصير آي ماكس ساين أوميجا تي زائد تسعين. الاكس سي الرياكتنس بحالته متسعه سنه في ماكس على اي ماكس، الفي ماكس تبقى الاي ماكس هي اوميجا سي في ماكس، الفي ماكس ويا الفي ماكس يروح واحد على اوميجا سي واحد على 2 باي اف سي، فالاكس سي يساوي لنا واحد على 2 باي اف سي. العلاقه بيناتهم عكسيه نون لينير غير خطيه، عكسيه كل ما زيد التردد تقل عندي المتسعه. باور فاكتور يساوي لنا كوساين 90، الفرق التيار بين الفولتيه والتيار هي 90، فكوساين 90 يساوي لنا 0. ناخذ مثال شباب، ناخذ مثال عندنا هذا المثال اللي هو عباره عن دائره زت 1 وزت 2. زت هي عباره عن مقاومه متسعه ملف، يعني بداخلها احتمال بس مقاومه، احتمال بس متسعه، احتمال بس ملف، احتمال مقاومه ملف، احتمال مقاومه متسعه، احتمال ملف ومتسعه. فحاليا هي زت 1 وزت 2، والتيار الكلي اي حيمر منها حيتفرع الى اي 1 واي 2. الاي 1 نعطيها بالسؤال قيمتها 7 ساين أوميجا تي، والآي 2 10 ساين أوميجا تي زائد 60، أقول لك حسب لي آي التيار الكلي يعني. فيزر دومين كالكوليشنز، يعني نحسب عن طريق الفيزات شون. آي 1 هي 7 ساين أوميجا تي من السؤال، فإذا الآي ماكزيمم هي 7، يعني الآي هو عبارة عن آي ماكس ساين أوميجا تي، فإذا الآي ماكزيمم 7 الزاوية ماكو هنا زائد 0، فاي 1 يساوي لنا 0. آي 2 10 ساين أوميجا تي زائد 60، العشرة هي ما آي ماكس، والزاوية الفاي 2 يساوي لنا 60. إذا آي 1 يساوي لنا 7 والزاوية 0، آي 2 يساوي لنا 10 والزاوية 60. نحلل لنا مركبة أفقية ومركبة عمودية. المركبة الأفقية التيار الكلي حيساوي لنا 7 كوساين 0 زائد 10 كوساين 60، يعني المركبة الأفقية تتحلل كوساين، والمركبة العمودية حأحللها ساين، يصير 7 ساين 0 زائد 10 ساين 60. هنا قيمتها 12، هنا 8.6، أطلع المحصلة. التيار يساوي لنا تحت الجذر آي 1 تربيع زائد اي 2 تربيع، اذا 12 تربيع زائد 8.66 تربيع يطلع 14.8.